أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش السوري دخل حي باب عمرو في مدينة حمص التي تتعرض لقصف وحصار منذ 5 أيام. وبحسب المرصد فإن اشتباكات عنيفة اندلعت ليلة الأحد الاثنين في حمص بين الجيش وجنود انشقوا عنه، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط العشرات من الطرفين بين قتيل وجريح. وفي اللاذقية أكد المرصد أن 4 انفجارات هزت ليلة الأحد الاثنين أيضا شارع ميسلون من دون أن يوضح طبيعة هذه الانفجارات. هذا ودعت الهيئة العامة للثورة السورية الجامعة العربية إلى سحب مبادرتها، وأعلنت عن إضراب عام الخميس احتجاجا على قصف حمص، فيما طالب المجلس الوطني السوري الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع الهيئات الدولية إلى إعلان حمص مدينة منكوبة، مطالبا بتطبيق التشريعات الدولية الخاصة بتقديم العون الطبي والإغاثي للمدينة وتوفير الحماية الدولية لسكانها. يأتي ذلك في وقت نقلت وكالة الأنباء السورية عن وزير الخارجية وليد المعلم قوله إن سوريا ترى في دعوة الخارجية الأمريكية للمسلحين إلى عدم تسليم أسلحتهم تورطا مباشرا للولايات المتحدة وتشجيعا للمجموعات المسلحة على الاستمرار في عملياتها الإجرامية ضد الشعب والدولة، ونفيا واضحا لسلمية التحركات في سوريا ومحاولة لتعطيل عمل جامعة الدول العربية ومبادرتها التي تعمل على وضع حد للأزمة السورية واستعادة الأمن والاستقرار للمواطنين. المعلم وجه رسائل احتجاجية على الموقف الأمريكي إلى نظرائه في كل من روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وكذلك إلى رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية العربية والأمين العام للجامعة والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن. وأكد في رسائله أن الحكومة السورية تعاملت بإيجابية مع المبادرة العربية وتبذل الجهد لتطبيقها. ودعا الوزير السوري الجهات التي راسلها إلى أخذ العلم بتورط الولايات المتحدة الفعلي بالأحداث الدامية في سوريا وإدانة هذا التورط. إلى ذلك أكد نائب الأمين العام لجامعة العربية أحمد بن حلي أن الجامعة تسلمت رسالة من المعلم تتضمن الإجراءات التي قامت بها دمشق لتنفيذ خطة العمل العربية، وجرى على الفور تعميمها على الدول العربية كافة. دوليا جددت الناطقة باسم الممثلة العليا للأمن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مايا كوسانيتش دعم كل الجهود الرامية إلى وقف العنف وعودة الاستقرار إلى سوريا. هذا وكان الرئيس بشار الأسد قد أدى صلاة العيد في الرقة أمس، ثم توجه إلى مبنى المحافظة حيث ألقى كلمة من على شرفة المبنى خاطب فيها الجمهور مؤكدا أنه لا يوجد خيار أمامنا سوى أن ننتصر في أي معركة تستهدف سيادتنا وقرارنا الوطني.